المغاربة من بعد ما سمعوا الصوت الغنائي اللي كان في سالف عطرة، بحثوا شوية لقوا أنه صاحبة الصوت هي البطلة من بطلات اللي كانت في المسلسل واللي هي انتيا. علاش ما بغوش يبينوا الصوت ديالك اليوم؟ جاوبيني بدون لغة خشب، لأنه الخط الأحمر بدون لغة خشب. صدمتك بهذا السؤال؟ اه صدمتيني به، حيت السؤال اصلا كان انا تيقولوه لي الناس في احنا اليوم تنتكلموا بلسان الناس. علاش راني ما بينوش الصوت ديالها وما كبروش بصوت وصوره وحاولوا يعطيوها دور؟ علاش ما كنتيش انت البطله في نظرك؟ تتقولي هذا السؤال مع راسك؟ انا غنشرح لك واحد المساله. انا عندي واحد وجهه النظر ان ماشي القيمه ديال الفنان هو البطولة، الفنان القيمة دياله هو أنه يجسد الدور اللي تعطاه، يقنع به الجمهور، الجمهور يحس بقوة. انت كتير تكوني مقتنعة كون مثلتي شيخة وبصوتك؟ طبيعة الحال غنقنع الناس به، حيت أنا ديجا دايرة هاد الدور في مسرحية شيكو بعلال. شيخة زبيدة كنغني مباشرة مع الجمهور في الخشبة، مباشرة كنغني وكنمثل، كنجسد الدور وكنغني. بزاف الناس جدوا الصوت ديالك ولصقوه مع بزاف ديال الاعمال دازو قبل. تيسحبوك انت اللي غنيتي المسلسل ديال الصالحه او الفيلم الصالحه ديال خربوشه، لانه الصوت ديالك تيمشي شويه لهاد الافلام. لا ماشي انا، هادوك الادوار اللي قبل الصالحه وخربوشه هادوك غنوهم ماشي ممثله اللي غنات، مغنيه ديال العيطه هي اللي غنات في خربوشه، اللي هي خديجه مرقوم، الفنانه الكبيره تبارك الله خديجه مرقوم هي اللي غنات. انا اول عمل غادي نغني فيه بصوتي في هذا اللون الشعبي. فاش بركم قالوا لك سناء انت غادي تمثلي ولكن الصوت ديالك غناخذوه ونعطيوه لجهه اخرى، فاش حسيتي شويه بلا كذوبه سناء؟ غنقول الصراحه، انا يا حتى انا نتمنى نكون نغني بصوتي ونجسد به. انا غادي تغني وفي نفس الوقت كتمثلي وكتجسدي داك الدور، حيت انا كنغني يعني بطبيعه الحال غادي نبغي هاد الدور. انا ما نكرهش هاد الدور، ولكن انا الوقت اللي انا التحقت بهاد العمل كانوا ديجا الكاستينغ الممثلين محطوط كل واحد بلاصو. نقدر ما كنتش انا اللي غادي نغني كاع، نقدر ما كنتش انا، كانوا غيكونوا وحدين اخرين. ما كنتش غتغني، ما كنتش غتكوني في الدور، ما كنتش غنكون في العمل.